السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ شوف اليوم عندي فيديو، عندي لوحة تحكم جاهزة وبدي أركب عليها هذا القاطع الرئيسي مع الهاندل، بيجي بهذا الشكل. طبعا الهاندل بتكون هون والقاطع راح يتركب هون، بتصير الهاندل تمسك الباب، في حال كنا طافيين القاطع بيفتح الباب إذا بدنا نعمل صيانة، في حال كان شغال القاطع وشغالة لوحة التحكم ما فينا نفتح الباب، بالتالي ما فينا نعمل صيانة. فهلا راح نشوف القاطع شو المكونات تبعيته ونشوف كيف طريقة التركيب مع بعض. هي الزرار وهي الهاندل الخارجية وهذا هو القاطع. هذا القاطع 32 أمبير، رقم موديل VCCF1، 32 أمبير 3 فاز، بيجي بهذا الشكل. هذا دليل الاستخدام، وهي القطعة كمان مشان الهاندل اللي على الباب. هلا أول شيء عندي هي القاطع، راح أركبه هون بهذا الشكل. هاي الزراعة تركب بهذا الشكل، بعدين بنسكر. طبعا هي طويلة هاي الزراعة، هذا الحديد بينقص، هني بيتعمدوا انه يعملوها طويلة حسب مقاس الصندوق. فانا هلا عندي مقاس الصندوق 20 سنتي، فلازم قص هذه بحيث انه تكون مناسبة لمقاس الصندوق. وهيك مثل ما شايفين ركبت القاطع، وصلت الكابلات اللي عليه. هلا مشان ناخذ مقاس هاي القطعة الحديد، هاي الذراع. هلا هاي الذراع لازم تكون الطرف اللي هون لازم يكون مسح مع الباب، فنجيب مسطرة بهذا الشكل هيك، يعني لا تكون مثل ما شايفين. اخذ مسطرة بهذا الشكل على طرفين الباب بحيث اني يكون عندي المقاس صحيح 100%. فهلا يعني لازم قص انا هاي المسافة من هون لهون، هذه لازم تنقص. فهلا بقصها ونشوف كيف راح تزبط معانا بالملي. وهي الذراع بعد ما قصيتها صارت بهذا الطول، هلا ركبناها هون بهذا الشكل. وهي عندي لازم تركب هيك، انتم شايفين اذا اخذت المقاس طلعت قصيرة شوي. فهلا هي انا فيني ارفعها بهذا الشكل، برفعها وبعدين بشد هدول البراغي عشان يطلع عندي المقاس صحيح. هون بس بشد واحد من البراغي بس بحيث اني اثبت المقاس بهذا الشكل، بشيله وبربط مظبوط. هلا هيك هي صارت ثابتة، هلا مشان القطعة الخارجية او الهاندل، طبعا الباب راح تركب بهذا الشكل يتسكر. عندي هاي راح تكون من الداخل، عندي هاي الربر تركب من الخارج، بعدين هاي بتثبت فوق بهذا الشكل، بعدين هاي راح نثبتها فوق. فهلا انا اخذ مقاسات مثبته من قبل، هلا تقريبيا خلينا نشوف كيف اخذت المقاسات بشكل تقريبي. هي عندي هون الذراع راكب القاطع مثبت بمكانه، باخذ من حرف الطبلون بهذا الشكل لنص الذراع، يعني بيكون عندي تقريبا 11 الا ربع، وباخذ الزاوية الثانية كمان من طرف الطبلون لهي الجهة، كمان بيكون عندي تقريبا 16 سنتي. بعدين بيجي هي القطعة، هلا هي طالعة أول شيء بهذا الشكل. وعندي هذا الكفر، مشان تثبت البراغي. هلا هي راح تركب هيك، وهذا شعار شنايدر بيكون جالس بهي الجهة. هلا هون النص نفس العلامة اللي أخذناها،
هلا مثل ما حكينا اول شيء بنقاس من هون هيك حكينا 11 الا ربع، باخذ علامة 11 الا ربع، هي 11 وهي الا ربع، وعندي هون هذا من اسفل لوحة التحكم لمنتصف الذراع عندي 16.1. باخذ هلا هيك 16 هاي فاصلة واحد، هاي راح يكون عندي هون منتصف هاي القطعة، هيك راح تكون بهذا الشكل. بعمل بشكل تقريبي، باخذ الزاوية مشان تكون هاي زاويتها صحيحة، هيك النص تماما. عندي هدول 4 مسامير بعلم عليهم، من جوا ليفترض هذا يتركب اول شيء، لكن هذا ما كان موجود متوفر، فخلصنا لوحة التحكم وخلينا هذا للاخير. راح احط هي الكرتون بس مشان ما تنزل هي القطعة الحديد الصغيرة. عندي المسامير اللي يركبوا هذول هنون 4 مسامير، فهون ما بيدخلوا. هلا بوسع هي الفتحات شوي، هلا ضل عندي المنتصف راح اعمله بفتحة الهولس، وهي مقاسها 22 ملي، هي بيصير اصغر لكن هي مناسبة وعم نستخدمها بشكل مستمر. مثل ما حكينا عندي قطعة الربل هاي راح تركب هون، بس في القطعة اللي فكيناها اول شيء هي القطعة لازم تكون بهذا الشكل هيك، غير هيك ما بتزبط. هيك اتجاه هي القطعة النص دائري لازم تكون لأسفل لوحة التحكم، بعدين بربط هي البراغي. وهدول البراغي بيتثبتوا على القاعدة الداخلية. هلا هيك هي القطعة صارت ثابتة، بركب الكفر بهذا الشكل. هي هون الإيقاف وهون التشغيل. فهلا هذا السهم مثل ما شايفين هاي في عليه هون زاوية صغيرة بتركب هون، فلازم يكون اتجاهها صحيح. تركب بهذا الشكل، هون في برغي لازم نشده عشان تثبت هاي الهاندل او الزراع الهاندل مع القاعدة. على هيك هاي ثبتت صارت بهذا الشكل. وعندي هاي كمان لازم تتركب اتجاه صحيح مشان تدخل هذا الشكل. مشايفين هلا هيك عندي تشغيل، فهي ما بتطلع.
تنطفي، يصير عندي هاي تطلع بهذا الشكل. هلا هاي راح اركبها هون. طبعا هاي تثبت هون، كمان في عليها مثل مابيض او مسمار، بس هيك هون كمان هذا هون ثبتت هاي على القاطع. نجرب الان بهذا الشكل مثل ما شايفين. هلا هيك بقفل الباب، لسه ما قفلت المفاتيح تبعيته فمسك الهواء الهاندل. هلا هيك بقفل بفتح بهذا الشكل. وهيك هلا مثل ما شايفين خلصت تثبيت القاطع مع الذراع مع الهاندل، ثبتناها على الباب بهذا الشكل. طبعا مثل ما شفنا قطعة الربر هي مشان تكون الحماية الاي بي. عندي هون الذراع بهذا الشكل. هلا في هون هذا اذا بدنا نركب قفل مشان ما في احد يفتح لوحة التحكم. وبس هيك هاي طريقة تركيب قاطع مع هاندل ديسكونكت سويتش نوع شنايدر. مثل ما حكيت ببداية الفيديو رقمه VCCF1 32 امبير. بس هيك هاي الفيديو، هاي فكرة الفيديو، يعني ممكن احد يستفيد من طريقة التركيب. كان معكم علي وطوقاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.